أطلقت مديرية الصحة بأسيوط قافلة طبية بقرية بني شعران بمركز منفلوط لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. تشمل القافلة عدة تخصصات طبية ومعامل تحاليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية العاجلة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية. نوصل لأماكن بعيدة عن متناول المريض المصري. بيبدأ المريض المصري الرحلة بتاعته بالنسبة لنا احنا بياخد تذكرة، التذكرة دي بتبقى بمجرد ان هو تعريف ليه للتخصص بتاعه، وبعد كده بيتجه للتخصص اللي هو عايز يكشف فيه. احنا بنفحص فحص كامل، وبيكون بعد كده في اتجاه، اما عايزين تحاليل طبية فبيتجه للمعمل، او اشعات، او بالنسبة لنا صرف علاج، او بالنسبة لنا ممكن نعمل له علاج على نفقة الدولة. بنقدم خدمة الأشعة تبع القوافل الطبية في كل القرى والمحافظات، محافظة طبعا محافظة أسيوط ومناطق النية. بنخدم عيادة الجراحة وعيادة الأطفال وعيادة النساء تبع لو هتبين مثلا حاجات اللي هي زي الكبسولة أو الحاجات زي كده أو اللولب، وبنخدم عيادات الأسنان، وبنقدم الخدمات على وجه أكمل وجه إن شاء الله، وبحيث ان احنا نساعد الفريق الطبي في تشخيص الحالات. قوافل ما شاء الله متوفره كتير جدا، وقوافل كتيره بتيجي الوحده، وبنفيد اهل القريه الحمد لله. وموجود طبعا كل التخصصات الطبيه، وموجود اشعه، وموجود معمل، كل ده بيتوفر في القوافل، والحمد لله اهل القريه كلهم بيستفيدوا، والعلاج برضو متوفر في القافله.